اهلا بيكم بعد الفاصل. خبر عاجل سريع جدا، نشأة الطايره في النادي الاهلي تحت 19 سنه بيحققوا بطوله الجمهوريه بالفوز على نادي الصين بعد مباراه صعبه جدا لنتيجه التكافؤ لفرقتين، والمباراه انتهت 3-2. الف مبروك لفريق الطايره تحت 19 سنه ناشئات بقياده الكابتن احمد عبد الفتاح المدير الفني. كده الجمهورية والمنطقة الحمد لله قفلوا بطولات السيزون ما شاء الله، كلها بطولات وإنجازات. بس لازم نرجع لسيدات الأهلي وهم نجومنا النهاردة، نجوم الإنجاز الكبير اللي حققوه. نروح لكابتن، نروح لمين يا كابتن؟